بسم الله ربنا اجعلنا مصابيح هدى وشراط هداية يهد. سأل سائل بعذاب واقع، قال لك ربي يرى العذاب يقضي ربي نبي تاب، ما تجيبش تقول مش شاك واقع، رغم عندك واقع انت موجد عملت ما في وسعك، كنت رب لا شركت به، ما انا اصنام ومخيلات، ما انا بالعين المباراة تشوف فلسفة الخرافات كيفاش عطاو قيمة ولا مرجعية ولا تمنى تحمل حقيقة أصل الكون ولا المجر. شوفوا التخبيطات بتاع الفلاسفة اللي يدعون العلم، قل لمن تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وما غابت عنهم حتى أنفسهم، مش أشياء خارج أنفسهم، غابت عنهم أنفسهم، لأنه إبليس كما سبق أن تحدثنا في ذلك سلبهم ذواتهم، ولا حتى الشعوب اليوم تبحث عن ذاتها. الشرش سون ايدونتيتي يظهر لكم كلكم في الهوى سوى هوى إبليس اللعين، بما فيكم من يدعون أنهم أمم إسلامية وأمم غير إسلامية إلا في قليل منهم بفضل رب البرية والسلام.